أكد معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة حرص المحافظة على تبني المبادرات التي تسهم في تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونهم رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعالية أسبوع الملامة لريادة الأعمال في نسخة الثامنة الذي تنظمه محافظة العاصمة بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين تحت شعار النهضة والابتكار. تعزيزا لثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب البحريني وتحفيزهم على المضي قدما نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة أعمالهم، انطلق أسبوع المنام لريادة الأعمال بجملة من الورش التدريبية والمحاضرات المتنوعة يستعرض المتحدثون فيها خلاصة خبراتهم في عالم ريادة الأعمال. اليوم نشهد إطلاق النسخة الثامنة من فعاليات أسبوع الملامة لريادة الأعمال تحت رعاية كرمة من معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، وهذه النسخة تحمل شعار النهضة والابتكار ويؤكد على الأهمية التي توليها محافظة العاصمة في تشجيع ريادة الأعمال وخصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الابتكار في شتى المجالات. من ريادة الأعمال أسبوع مهم للريادة والرائدات خاصة، وإحنا طبعا دورنا نعزز دور رائدات الأعمال البحرينيات ونتمنى وصولهم للعالم، فهذه التشبيك بالنسبة لنا خطوة مهمة جدا لتشبيك سيدات الأعمال أو رائدات الأعمال البحرينيات للعالمية. أن هذه أي فعالية تقام في بلدنا تحفز الشباب لأنها تشجعهم، تعطيهم الشهادات، تعطيهم الأفكار، تعطيهم الاتجاهات اللي يتجهون فيها، فهذه كلها طبعا يشجعهم على الانطلاق من هذا البداية، من هذه البداية، فيعني هذا شيء ممتاز إنه يكون في بلدنا. التمكين في هذه الفعالية طبعا في لها دور مهم، من اللي هو توجيه الشباب في ريادة الأعمال وتوجيههم في الاتجاهات الصحيحة على أساس أن تكون مشاريعهم ناجحة ونقدم لهم الدعم اللي يقدرون يستفيدون منه على أساس أن يطورون من نفسهم. خبرات متنوعة، تجارب متميزة يحتضنها أسبوع المنام لريادة الأعمال في نسخته الثامنة ليشجع الشباب البحريني من خلالها على الولوج إلى عالم المال والأعمال. أسبوع المنام لريادة الأعمال يشجع الشباب للدخول في مجال ريادة الأعمال من ناحية ترتيب فعاليات مختلفة، منها فعاليات تعارفية ما بين رواد الأعمال وما بين الشباب اللي حابين يدخلون مجال ريادة الأعمال أو توهم داخلين مثلا هذا المجال، ويفتح لهم الفرص بحيث أنهم يقدرون مثلا يتعرفون على مستثمرين أو على رواد مثلا يتعلمون منهم في أمور مختلفة، مثلا يساعدون شلون يطورون مثلا تجارتهم. فأسبوع مهم جدا، في فرص للاندماج مع رواد الأعمال، مشاركة الخبرات ومن هذه الأمور يعني. هذه الورش التعليمية والتدريبية تحفز الشباب وتطلق العنان لابتكاراتهم وإبداعاتهم، فضلاً عن إنها تعد مصدر إلهام لتدفع بهم نحو الابتكار، ويكون الإبداع عنواناً لتلك الأفكار الشبابية ليرسموا من خلالها مستقبلاً أكثر إشراقاً في مجال ريادة الأعمال. في كل نسخة يسعى أسبوع المنامة لريادة الأعمال لمواكبة آخر المستجدات في مجال ريادة الأعمال والابتكار، بما يمنح المشاركين فرصا كبيرة للاطلاع على التجارب المتميزة والحديثة، بالإضافة إلى آخر الابتكارات المحلية والعالمية في هذا المجال. خولة الكرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.